أحيت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص مهرجانها السنوي السابع، حيث تضمن افتتاح معرض رسوم وأشغال يدوية، إضافة إلى فقرات غنائية ولوحات راقصة على خشبة مسرح الزهراوي بالمدينة. أنشطة المسرح ليست مجرد متعة لسد الفراغ، بل هي عبارة عن وسيلة لنقل المعلومة العلمية الصحيحة وكل ما هو نافع وناجح لبناء شخصية الطفل وكيانه ونشر التراث والثقافة، وهي عنصر مهم في المناهج المطورة في الجمهورية العربية السورية. مهرجان المسرح المدرسي السابع تضمن نتاج أعمال وتدريبات مكلفين كافة الاختصاصات، مسرح، موسيقى، فنون شعبية، فنون جميلة، في دائرة المسرح المدرسي. طبعا من خلال المعرض أو الفقرة الفنية لفرقة الكورال وفرق الفنون الشعبية، نتاج أعمال وتدريبات الطلاب في صالات المسرح المدرسي المتوزعة في مدينة حمص وريفها. المشاركون في المهرجان قدموا نتاج تدريبات عام كامل من الجهد والمثابرة، مظهرين مواهبهم في مختلف الفنون. المعرض بيتضمن أعمال الطلاب الموهوبين على 25 صالة تقريبا، أعمال متميزة، في عندنا فنانين موهوبين، في أعمال يدوية بتوالف بيئة، في أعمال بإكريليك، في أعمال رصاص خشب مائي. المهرجان لننمي مواهبنا ونطلع قدراتنا إنه هيك على المسرح، وتدربنا كتير ولحتى وصلنا لهون، وهي هيك شيء كتير حلو إنه نحن رح نقدم على المسرح ونطلع كل مواهبنا قدام كل هالجمهور. المهرجان يهدف إلى اكتشاف وإبراز مواهب الأطفال واليافعين وتنمية قدراتهم الإبداعية بالتوازي مع الاستمرار بالتحصيل العلمي. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.